مساء الخير عليكم اخواتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم وصفه تاع قلب اللوز ناجحه 100%، مقادير مضبوطه وغادي تنجح لك من المره الاولى. تبعي برك الفيديو من الاول الى الاخر، استفادي من كامل النصائح اللي قدمتهم واكيد غادي تنجحي فيها. الوصفه تاع نهار اليوم حصريه على قناتي، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتذوقوا هذا المذاق الرائع. الوصفه هذه تاع قلب اللوز حضرناها ببديل الكاكاو ولا مسحوق الخروب الطبيعي 100%. نروحوا نبداو مباشره في المقادير وطريقه التحضير. نقول لكم شهيه طيبه وشهيتكم في الجنه. اول حاجه نبداو بها في قلب اللوز ولا في الشاميه هي السميد. السميد لازم تختاروا السميد لاكاليتي عفوا تكون الشابه. شوفوا انا شريت هذا شريته بالميزان، ما تسقسونيش على الماركه لاخاطرش مانيش عارفه لا مارك تاعو. شاهي البلات تاعي الطول تاعو 23 سنتيمتر على 23 سنتيمتر، راني دايه تقريبا هنا رطل قلعت منه واحد زوج مغارف تاع ماكله. بالنسبه للمقاس تاع السميد ديروا صبعكم يعني يلحق لكم للتفر، تما توقفوا على السميد. هذاك هو المقاس تاع السميد. الكاس اللي استعملت هذا كاس تاع لاموتاغ ديال الفد 150 مليلتر. عندنا كاس ناقص اصبع تاع الزيت، عندنا كاس نصه ما زهر ونصه ما. انا راني مستعمله الباتاغون باه يجيني قلب اللوز تاعي منكه، وعندي كاس ونص تاع السكر، عندي رشه تاع الملح لافاني، وعندي هنايا مسحوق الخروب ولا بديل الكاكاو الطبيعي 100%. نروحوا الان نبداو مباشره في المقادير. اول حاجه اللي غادي نديرها غادي نكيل معاكم السميد. هنايا رطل تاع السميد قلت لكم نقصت منه زوج مغارف تاع ماكله، ندي ربع كيلات ولا ربع كيسان تاع السميد يكون بومبي معمر مليح. هنايا السميد تاني كي تكثروا السميد في البلا، مثلا البلا يكون صغير وديري السميد بالبزاف، غادي يجيك من بعد كي تشربي غادي يتشقق لك وما يجيكش القلب اللوز. لازم تتبعي المراحل. هنايا غادي نكمل هذا الكاس الرابع كما قلت لكم معمر بومبي، راكم تشوفوا امامكم ربع كيسان. وهنا ماذا بكم تجرو السميد من دروك لاخاطش ديجا هو راه قليل، يعني انا بالسيبه لقيت هذا الرطل ما نكذبوش. المهم لا علينا، نخلي السميد تاعي على جهه والبلا على جهه ونجي نحضر المقادير الاخرى. هنايا في الكاس تاع الميكسير ولا في الاشواغ كيما تبغوا غادي نديرو السكر اللي هو كاس ونص، ممكن ديري زوج بصح انا ما بغيتهاش حلوه بزاف درت كاس ونص، جاتني هذيك هي في المذاق. عندي هنايا الماء ومزهر، ماذا بكم تستعملوا لي باتاغوم تاع المزهر باه يجيكم بنين قلب اللوز ويجيكم كي تاع برا. هنايا درت رشه تاع الملح، درت هنايا مغرف تاع لافاني مغرف كبيره، ونحط الزيت ماذا بكم الزيت ما يكونش فيه النكهه، ونجي هنايا نميكسي هذا الخليط مليح مليح واحد 3 دقائق ولا 5 دقائق حتى نشوفوا السكر تاعنا داب. سر نجاح قلب اللوز ولا الشاميه يدوب هذاك السكر اللي نديروه باه من بعد الحبه تاع السميد تتعسل وتطرى، ما تجيكش هكاك تتغزغز كي تاكلي الشاميه. الشاميه كي ناكلوها ماشي مقنته، ما تغزيهاش في بين سنانك تنتكل طريه. نبقى نميكسي في هذا الخليط تاعي كما قلت لكم مدته 5 دقائق حتى نشوف السكر ولا نحس السكر تاعي داب 100% والخليط ولا ليك شغل ثقيل وكريمي. هنا بعد ما ميكسيت هذاك الخليط تاعي مليح مليح يولي لكم خليط كريمي يدوب هذاك السكر واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق وانتم تميكسوا. نجي هنايا نفرغ هذاك الخليط اللي تحصلنا عليه على السميد، وكما قلت لكم السميد لازم يكون نوعيه مليحه، اذا درتوه بالرطب هذاك تاع الباكيه وكاع ما تجيكمش قلب اللوز يجيكم معجن. بصح ماذا بكم تدو تاع الكيلو اللي تشوفيه على عينك. هنا نخلط مليح حتى نحس باللي كل حبه تاع السميد تخلطت بهذاك الخليط تاع الماء والسكر والزيت والمزهر. نخلط مليح كيما رانا نشوفو، شوفوا القوام كيفاش يولي. نخليها على جهه، نجيب البلاط تاعي هنا لكن البلاط تاعكم كبير دوبلو المقادير. هنايا ديت قبل ما ندي البلان ندي هنايا الحشو غادي نديره محشي. عندي هنايا بديل الكاكاو ولا مسحوق الخروب الطبيعي، وعندي هنايا كميه تاع مكسرات تقريبا واحد الكاس هكا. تبغي ديري كاوكاو تبغي ديري لوز، المهم طحنيه خشين باه من بعد كي تاكلي قلب اللوز تحسي بالحبه تاع السميد اللي تكون طريه وتحسي بالحشوه تاع اللوز ولا تاع الكاوكاو. هنا ندي البلاط تاعي ندهنه اما بالزبده ولا بالسمن، ماذا بكم بالسمن باسكو قلب اللوز بالسمن يجيكم شباب بزاف بزاف.
والوصفه بغيت ندير لكم وصفه تاع السمن. قلت لكم السمن، سمحوا لي اني عيانه اني نخلط في الهضره. بغيت ندير لكم قلب اللوز بالسمن، يجي بزاف شباب. وصفه قديمه لكن الوصفه راهي متودرت لي باذن الله، نصيبها ونديرها لكم. نجي هنايا باه ندير قلب اللوز تاعي محشي، ماذا بكم الطبقه التحتانيه تكون فيها السميد قليل، خلوا لا كونتيتي الكبيره خلوها للطبقه الفوقانيه باه نغطوا الحشوه تاعنا. بزاف اخوات يبغوا يديروا قلب اللوز محشي يديروا الكونتيتي الكبيره من تحت، من بعد كي يديروا الحشوه يجي يغطوا، ما يسيبوش باه يغطوا، تصيبي روحك تعاودي ديري في المقادير من جديد وتخسري في الوصفه. يعني هنايا فهمتكم الطبقه التحتانيه دائما تكون كونتيتي قليله، ومن الفوق خلي الكونتيتي تكون كبيره. ونزيدكم معلومه، هذه الوصفه حصريه على قناتي وحصريه على اليوتيوب، ما كاش وحده اخرى دارتها. يعني انا جاتني الفكره وجربتها مع المنتج تاع بديل الكاكاو لمسحوق الخروب. هنايا الا كانت عندك المغرف تبدا تمسحي بالظهر تاع المغرف، ايسيي ما تتزيريش يدك وتضغطي على السميد. السميد قد ما تضغطي عليه كما نقولوا حنا يطرطق، من بعد كي ديري له الشربات يطرطق لك، ما يجيكش الشاميه شابه. نجيب الحشوه تاعي هنايا ونحطها كامل فوق هذاك السميد ونمشيها باه من بعد كي نقطع قلب اللوز ونحط الطبقات يجيني كامل كيف كيف، ماشي جهه فيها الحشوه وجهه ما فيهاش. وهنايا ما نديرو لها لا مزهر لا سكر لا والو، هذه هي الوصفه لانه انا جربتها من قبل، جربت زوج وصفات وعدلت فيهم بحطيت لكم هذه الوصفه المعدله، يعني خدمت فيها درت فيها مجهودي وحطيتها لكم. هنايا نجي نغطي الحشوه تاعي. هنا سمحوا لي غادي نخدم بيدي باسكو كون نخدم بالمغرف غادي تتخلط لي الحشوه مع السميد، لاخاطش الحشوه راهي ناشفه. نجي هنايا ونوزع هذاك الكميه تاع السميد اللي خليتها فوق كامل هذيك الحشوه بهذه الطريقه، نمشي ونغطي. كيما رانا نشوفوا من بعد دروك هنايا كي نعرف بلي غطيت كامل الحشوه تاعي، اما تخدمي بظهر تاع مغرف ولا كوبات. انا هذه الكوبات ما ساعدتنيش، اسييت باه نمشي برك هذاك السميد باه نضغط شويه باه يجوني طبقات متلاصقين تاع قلب اللوز، بصح ما ساعدتنيش. هنايا كملت بالمغرف بظهر تاع المغرف راني نمشي، ويدي راني رخفتها كيما نقولوا مانيش مزيرتها، خاتكون تزيري يدك على المغرف تولي تضغطي على السميد، بصح كي تكون يدك خفيفه في المغرف غادي غير تمسحي باه تليسي برك الوجه. بعد هنايا بالكوبات تبداي تليسي في قلب اللوز تاعك باه يجيك ليس من الفوق. هنايا انا جبت هذه ساعدتني خير وخير بهذا الطريقه راكم تشوفوا. دروك نجي هنايا للتقطع. هنايا بزاف اخواتي يقطعوا قلب اللوز تقطعه مربعات كيما البحلاوه ولا البقلاوه، من بعد السكر يهود لها لتحت يتحجر ويلي لها كراميل تولي لها يابسة. هنايا غير نرسمو من الفوق برك. هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما درت مربعات، هنا البلا هذا دير لكم 9 يدير لكم 9 اطراف كبار، الا بغيتو تصغروا صغروا. هنايا انا رشقتها بالحبيبه تاع لوز كانوا عندي ولا كوكا ولا ما ديروش كيما تبغوا. من بعد ديت كميه تاع سمن ومسحت كامل قلب اللوز من الفوق ونخليه يريح ساعتين هكاك. من بعد جي نحضر الشربات. الشربات هنا عندي زوج كيسان تاع السكر وربع كيسان تاع الماء وشريحه تاع ليمون. هنايا بعد ما درت الماء والسكر درت شريحه تاع ليمون، واذا كنتي باغي ديريها تجاريه ديري لها شويه طحين د السيتريك، نحطها على النار مده 15 دقيقه من بعد نزيد لها نص كاس تاع مازاز. هنا كيما راكم تشوفوا قلب اللوز تاعي دخلته للفرن، خليته شعلت له من الفوق الفرن يكون ساخن. من بعد ما شته طابع للاطراف عاود خرجته ندهنه كامل بسمن ونعاود نرجعه للفرن يزيد يتحمر من الفوق. هنا كيما راكم تشوفوا قلب اللوز تاعي بعد ما طاب شعلت عليه من الفوق حمرته. هنايا الشربات راهي بارده، نجي هنايا نفرغ الشربات. كما راكم تشوفوا الشربات كي تفرغيها المره الاولى وتشربها تمتم عرفي باللي قلب اللوز تاعك راهو ناجح. قعد لك من الفوق ما بغاش يشرب عرفي باللي ماهوش ناجح. انا هذا هو الاعتماد تاعي تاع قلب اللوز. هنا ندير له الكميه اللازمه تاع الشربات. الفرن تاعي راهو حامي وراهو طافي، نعاود نرجع الشاميه للفرن ونخليها تتشرب على غرضها ونخليها حتى تبرد ونوريها لكم جاهزه. هنايا قلب اللوز تاعي كما راكم تشوفوا بعد ما خليته تشرب وبرد وخليته في الفرن هكاك حامي، هنايا هذا هو الشكل النهائي تاعو. انا هنا ديجا دقت منه باسكو جاب بزاف بنين، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه.
بالنسبه للناس اللي تسقسي على وين تلقى مسحوق الخروب وهذا بديل الكاكاو، تلقاوه عند اللي يبيع لوازم الحلويات وعند اللي يبيع التوابل والاعشاب. هنايا شوفوا قسمت لكم طرف باه تشوفوا كيفاش جات. هنايا انا ما قسمتهاش نيشان، الطرف اللي درته كبير. شوفوا هنايا الطبقات كيفاش يجوا، يجي طايب من الداخل ويجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه ويجي طري 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 طري. ما بقى لي غير نقول لكم اخواتي ما تنساوش تدعموا هذا الفيديو باللايك والبارطاج هكا باه تعمل فائده، وابوني للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.